مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء من داخل كلية الصيدلة بجامعة المنوفية، وهذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور هيثم ميمون عميد الكلية الجديد. أهلا بحضرتك معانا دكتور هيثم. أهلا بيك يا فندم. ألف مبروك وكل سنة وحضرتك طيب. ربنا يبارك في حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب والمشاهدين طيبين. يعني في حوارنا مع حضرتك هنتحدث على محاور متعددة، ونبدأ طبعا الشغل الشاغل الآن وهو انطلاق امتحانات الترم الثاني لجامعة المنوفية. هو الحقيقة احنا ماشيين بنفس الخطة اللي رسمها لنا معالي الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والسادة النواب، في ان احنا نبقى واخدين كل الإجراءات الاحترازية لأعضاء التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال، وفي نفس الوقت برضو مدين كل الاحتياطات لأبنائنا الطلاب، بحيث ان الامتحانات ان شاء الله تعدي على خير. زي ما حضرتك عارف الكمامة والكحول والمكان بيتعقم بعد ما الامتحان بيخلص، واخدين كل الإجراءات، بنباعد ما بين الطالب والطالب في الامتحان، يعني واخدين كل الإجراءات بحيث ان احنا ان شاء الله نعبر بالمرحلة دي على خير، ومن غير ما ولا طالب ولا موظف ولا بني آدم عندنا في الكلية يتأذى، ان شاء الله الأمور تعدي على خير. يعني احنا دلوقتي حاليا باذن الله هنخرج دفعه، يعني كل الصيدله بالظبط السنه الخامسه ليها، وان شاء الله باذن الله الدفعه هتبقى الدفعه رقم واحد لكليه الصيدله جامعه المنوفيه. وزي ما حضرتك عارف احنا يعني دلوقتي احنا 21، يعني هيبقى الدفعه دي هتبقى سنه 2021 تبقى دفعه رقم واحد عندنا في الكليه ان شاء الله. احنا في المجال ده مع الدكتوره وفاء زهران العميده المنشئه للكليه، ويليها الدكتوره امل عيسى العميده اللي تليها، وبعد كده انا، في ان احنا نخلص قصه الدراسات العليا ديت. خدت مننا وقت شويه لان كان في طلبات للجنه القطاع الصيدله في وزاره التعليم العالي ان هي كانت عايزه تخريج دفعه من الكليه، واحنا اجتزنا ده وعملنا لائحه وخدنا موافقات كتير بفضل الله. يعني فاضل ان احنا بقى في النهايات بتاعتها، والله المستعان، ان احنا ناخد موافقه لجنه القطاع وبعدها ان شاء الله ناخد قرار وزير ببدء الدراسه. الحقيقه المحاور اللي انا بعتمد عليها ان شاء الله ان احنا نطور الكليه، ندخل فيها برامج مستحدثه بحيث ان احنا نقدر ان احنا نطور من مهنه الصيدله، ويكون عندنا طلبه صيدله بامكانيات ومعايير عالميه. ان شاء الله باذن الله احنا ماشيين في صدد عمل برنامج صيدله كلينيكيه اللي هو الخاص، ان شاء الله باذن الله ده برضو ان شاء الله يا رب في خلال السنه الجايه يكون بدا عندنا ان شاء الله. احنا ماشيين فيه بقى لنا فتره طويله وبنكمله. الدراسات العليا زي ما حضرتك عارف بيبقى في اتجاهات بقى في ان احنا نعمل دبلومات مهنيه وماجستير مهني، وكل ده في الدراسات العليا بيجيب لك وافدين من بره الكليه. بنحاول ان احنا زي ما حضرتك عارف ان هي ناشئه وباديه بقى لها فتره قليله، فبنحاول ان احنا نعمل اتفاقيات تعاون مع شركات ادويه، مع نقابه الصيادله، مع وزاره الصحه، بنحاول ان احنا نعمل اتفاقات كتير بحيث ان الكليه يبقى لها امتداد في كل مكان. هو الحقيقه اكيد الدوله على كل المستويات واخده الموضوع ده على عاتقها، وده تم بالفعل تغيير نظام التدريس في كليات الصيدله من البكالوريوس العلوم الصيدليه للفارم دي او الفارم دي كلينيكال، بقول الاثنين موجودين دلوقتي، ده خاص وده عام، فده هيبقى 6 سنوات للطالب، وده عشان خاطر ياخد المعايير الدوليه، واعتقد ان ده هيتيح فرصه ان التكليف يبقى مستمر. من خلال منبر حضرتك بتوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هو اهتم بالدواء. احنا من زمان نفسنا ان يبقى لنا هيئه خاصه بالدواء، من زمان نفسنا ان احنا كنا ننفصل، لان احنا عارفين كصيادله ان الدواء حاجه والصحه حاجه تانية، بالرغم ان الناس رابطه ما بين الاثنين، لكن ده حاجه وده حاجه تانية خالص. برغم انا باخد الدواء عشان اتعالج، لكن فخامه الرئيس فعلا ادرك النقطه ديت وفصل الاثنين من بعض. الدواء حاجه، قصه تانية خالص، معامله تانية خالص، لكن استخدام الدواء ده صحه، لكن الدواء نفسه. فانا بتوجه للشكر لفخامه الرئيس انه عمل كده، ودي حاجه من ضمن الانجازات الكثيره اللي هو عملها، واحنا سعداء جدا جدا بهيئه الدواء. وان شاء الله ان شاء الله دي بدايه قويه للصيادله، واعتقد ان شاء الله كل الصيادله فرحانين بالقرار ده، احنا كنا بنحلم بيه من زمان. كان نفسنا ان ننفصل عشان نقدر، لان الدواء زي ما قلت لحضرتك منفصل تماما عن الصحه.